ارجع تاني للكوكيز، كوبايتين وربع دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه صغيره ملح، كوبايه زبده بحراره الاوضه، ودي مهمه جدا ان الزبده تكون بحراره الاوضه، كوبايه سكر بني، نص كوبايه سكر ابيض، فانيليا. دي الكوكيز نفسها. الفروستنج بتاعي نص كوبايه شورتنج. ايه الشورتنج دي؟ زبده، زبده للحلويات، زبده للحلويات اهي، بيبقى لونها ابيض. هي دي هستعملها، وهستعمل معاها الزبده العاديه الطبيعيه. ربع كوبايه زبده، ربع كوبايه كاكاو خام فانيليا، وهستعمل كوبايتين سكر بودره، معلقتين حليب، وطبعا للزينه بقى البندق المجروش. يبقى الفروستنج بتاعي ربع كوبايه شورتنج، ربع كوبايه زبده، ربع كوبايه كاكاو خام فانيليا، كوبايتين سكر بودره، ومعلقتين حليب. والبندق ده هرشه على الوش. خلاص، اول حاجه بقى هنيجي نعمل ايه؟ هنعمل الكوكيز نفسها. طبعا الكوكيز لما اجي اخبزها لازم اخبزها على ورقه شمع، ولازم يكونوا بعاد عن بعض لان هي بتفرش. يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت الصوت بس يعلى شويه. ازيك يا شيخ ايه؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ نور الشاشه. بنورك، الله يخليك. عينيا. لو سمحت، عايز اكلات للقلب وتوزيع الشرايين. اكلات، ماشي، عينيا، من عينيا الاثنين. احنا ممكن نعمل حلقه كمان لمرضى القلب من عينيا الاثنين. عينيا اتفضل. فاجر فخار عملناها في الفرن، وحصل فيه شرخ في النص. شرخ، اتشرخ طاجن الفخار وانت بتحرقه يعني؟ شرخ رفيع كده. وانت بتحرقه ولا وانت حاطط فيه الاكل؟ ده في الاكل. لا، ده مش هينفع انك تستعمله، لان الشرخ ده ممكن، لا هيطق معاك. ما ينفعش تاني؟ لا، ما ينفعش تاني، لازم تجيب غيره وتحرقه. علاج او علاج له للشرخ؟ الطاجن الفخار ده مدهون ولا مش مدهون؟ مدهون. اللي هو الفخار العادي المدهون. لا بص، مش هينفع تعالجه، لان مشكله الشرخ حاجه الاكل بيتسرب فيه، ومهما غسلت الطاجن بيبقى جواه اكل متسرب، فبيربي بكتيريا. البكتيريا دي لما يخش الفرن تاني هيتمدد بالحراره، هيطلع البكتيريا اللي جوه الشرخ للاكل تاني. فهي دي مشكله اي حاجه مشروخه، مش بس في الطواجن، حتى في المجات. لما اجي عندي مج اشرب فيه شاي ونسكافيه وحاجات كده اهو، انا لما بحط الحاجه، المج الحاجه سخنه، المج بيتمدد وتفضل بقايا اللبن والنسكافيه مثلا جواه، اجي اغسله بعد كده. لما بيبرد بيكش، يعني بيكش، هرجع استعمله احط له شاي تاني. البكتيريا اللي اتكونت جوه الشرخ لما يتمدد الشرخ تاني هتطلع لي البكتيريا دي. فحتى المج، اي حاجه مشروخه، عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام نهى ان احنا نستعمل حاجات مشروخه، لان فعلا البكتيريا بتطلع لنا منها. فما بالك بالطاجن اللي بيتحط بقى فيه سمنه وزيت واكل وصلصه، هيربي بكتيريا، ان لازم هيخش الاكل جوه الشرخ ويفضل فيه ويطلع لك تاني لما تيجي تستعمله في الفرن. فالحاجات المشروخه يستحسن انكم ترموها احسن، لانها مش هتنفع، يعني احنا في غنى عن كده. انا حطيت المقادير كلها ما عدا الدقيق والبيض، هحطه وهما بيشتغلوا، يعني الدقيق والبيض هما اللي لسه في ايدي، وهشغل العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. انا في لسه وصفه تانية معايا، بس انا وانا بعبي الفروستنج في الكيس هعمل وصفه تانية، عشان كده ابتديت بالكوكيز الاول. هي الزبده عايزه ان هي بتطير، فعايزه ان انا بصوا اضغط عليها كده عشان لا تتطاير، والا هتبقى كوكيز طائره. ممكن بقى نحط لها البيض احسن علشان نتقي شر الطيران. بسم الله الرحمن الرحيم. البيض السائل اللي فيه هيلم الدنيا شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، شفتوا كده؟ مش هيطير. كده اقدر اعلي، عشان انا لازم اعلي علشان الزبده تختلط. عشان كده بقول لكم لازم الزبده تكون طريه، لو الزبده جامده هيبقى صعب قوي انها تختلط. او البيض لم الدنيا وخلى الامور سلسه. هبتدي بقى احط، اوطي بس
عشان ما نستحماش بالدقيق. اهو هنضيف الدقيق شوية شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوكيز لازم اخبزها على ورق زبده او ورق مشمع علشان ما تلزقش، ولازم تبقى كل واحده بعيده عن الثانيه على الاقل 5 6 سنتي لانها بتفرش. عايزاها بس تنعم علشان كده. طبعا العجينه لازم تبقى ناشفه لان ده بسكوت، بس هي الكوكيز دي ما بتبقاش مقرمشه قوي، بتبقى جوي. يعني ايه جوي؟ يعني ايه؟ يعني بتمضغ شويه، بتمضغ شويه اهي. هنكورها وهنرصها في الصينيه، هعملها كور لان هي هتفرش، وزي ما قلنا قبل كده تبقى عامله زي النحله شويه، كوره بس زي النحله شويه اهي كده اهي. وبعدين اجي هعمل واحده تانية، وزي ما قلنا نبعدها عن بعض علشان لما تفرش ما تلزقش في بعضها، لانها لو لزقت في بعضها هيبقى شكلها مش مستوي، مش هتبقى حلو. بس هو للاسف الجوانتي ده ما بيبقاش حلو في بتلزق فيه العجينه، فانا هستعمل ايديا، مش عارفه استعمل اهي كده اهو. لازم يتحطوا بعيد عن بعض على الاقل 5 6 سنتي علشان لما يفرشوا ما يلزقوش في بعض. انا هوريكم هيبقى شكلهم ازاي، هجيب التانية وخلي دي علشان اوريكم الفرق بين دي وبين دي. بصوا بقى فرق الحجم هيبقى ازاي اهو. بصوا بتفرش ازاي كده، فما بالكوا بقى لو انا بططتها عملتها بسكوته اهي كده، بتبقى كده بالشكل ده خلاص. يعني انا عاملاها كده اهي بقت كده بتفرش خلاص. بعد ما بدخلها الفرن على 180 بتاخد دقايق، بتاخد دقايق. ممكن بقى نجيب الستاند بتاع الطبق. تاخد دقايق وبطلعها تبرد خالص، ما بستعملش اي حاجه عليها وهي سخنه. اي فروستنج هيتحط عليها، اي حاجه تحط عليها هتسيح وهتعجن، ونفس الكوكيز هتبقى معجنه في بعضها خلاص. هاجي بقى للفروستنج بتاعي، هحط الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. الشورتنج والزبده اهم. والسكر هحط نصه، سكر باودر. لازم يبقى منخول، لازم يكون منخول، لانه لو ما تنخلش هيبقى فيه كلاكيع في الشورتنج، خصوصا بقى ان ده شوكولاته فهتلاقوا شكله بقى مش حلو ابدا. يبقى انا حطيت نص السكر مع الزبده والشورتنج، بضرب كويس. بعد كده الحاجة بقى اللي هتخلي لي الفروستنج بتاعي لين او ناشف زي ما انا عايزة، اللبن، معلقتين اللبن. يعني انا لو حسيت ان هو طري قوي هحط الاول معلقة واحدة، حسيت ان هو مش محتاج لبن خالص ما حطوش، حسيت ان هو ناشف معايا ممكن ازود اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. كده وهحط الفانيليا. اللبن مش هحطه غير في الاخر خالص علشان اظبط سمك الفروستنج بتاعي. لا هي
اهو. طبعا لازم اقشط الجوانب علشان الشوكولاته تخش في الباقي. احط معلقه اللبن، بصوا جامد، لازم بسم الله الرحمن الرحيم. هحط معلقه واحده من اللبن وهشيل الجناب دي كلها عشان تختلط مع بعضها، الجناب اللي هي لازقه على الخلاط. لازم اكشطها كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن الكيس يا احمد، هنحطها في كيس الحلواني ونزوق بيها. لا هي تاخد المعلقه الثانيه كمان، هتاخد المدار كله من اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. المعلقه الثانيه يعني بصوا ما تستقلوش انها معلقه صغيره، انها يعني معلقه، هي مش معلقه صغيره، هي معلقه كبيره، بس ما تستقلوش بيها لان بتفرق تماما في الخلطه. بس انا عايزه اجيب اللي تحت عشان ما يبقاش الخليط شويه شوكولاته وشويه ابيض، فعايزه اطلع اللي تحت كمان علشان اضمن انه يبقى كله لون واحد كده اهو. لازم يقفل اهو كده اهو. الكوكيز دي طعمها فظيع وشكلها حلو قوي، هتشوفوها لما تخلص ان شاء الله. اهي شايفين بقى ناعمه ازاي؟ الفروستنج اللي انا هزوق فيه بقى ناعم، هو لازم يبقى كده كده. وطعمها فظيع لو دقتوها جباره. هاجي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل ده كله واجي احطها في كيس الحلواني اللي انا هستعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. هزوقها بعد كده، هزوق بيها الكوكيز وهرش عليها سوداني. انا عارفه ما هو لسه بدري على الحلقه، معانا وقت، معانا وقت قد ايه؟ طب لسه براحتنا، لسه براحتنا ولسه عندنا وصفة تانية. اوكي نخلص طيب دول وبعدين نفكر هنعمل ايه. اهو كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزة بس امسح ايدي من الشوكولاتة دي عشان اتلغوصت، محبش اللغوصة. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل عليها ورده او هعمل عليها كده، بس كده هيبقى كتير قوي، ما بحبش انا الفروستنج كتير. هو شكله احلى بس حسب بقى انت بتحبي طعم الفروستنج كتير ولا قليل. انا بالنسبه لي ما بحبوش كتير فبتبقى ورده. عايزه تعملي رول كده؟ اوكي نعمل واحده كده واحده كده. وممكن لو مش عايزه تستعملي كيس الحلواني تفرديها عليها بالمعلقه وترشي المكسرات، بس طبعا هو كده الشكل احلى كتير واشيك كتير. وبعدين هننزل كده اهي، وهنجيب البندق او السوداني زي ما انتوا عايزين وهنروح حاطينه كده اهو. شايفين شويه صغننين
ايوه كده حلو بحيث شكله بقى. بعدين خدوا بالكم السكر البني في الكوكيز نفسها مدي لون هافان بسيط كده، فعامل كونتراست مع لون الشوكولاته اللي على الكوكيز اهي. وهنرش شويه مكسرات كده في الطبق كديكوريشن اهو. ها ايه رايكم؟ حلو جميل. مش عايزه اقول لكم طعمه حلو ازاي، طعم الفروستنج ده كمان حتى على الكب كيك، يعني لو انت عايزه تعمليه على الكب كيك بيبقى حلو قوي. بصي يا احمد دي صغننه، انت ممكن تزود لنا جنبها شويه شوكولاته عشان دي شكلها غريب. الفروستنج صغنن كده اهو. انا عامله اهي الرول وعامله وردات بصي اهي كده عشان يبقى في تناسق بينهم. ايه رايك يا محمود بقى؟ جميل. وايدك اهو الفته برضو ماشي. ادي الكوكيز بتاعتنا